الأعضاء الرئيسية اللي بتكون منها الجهاز التناسلي الذكري هي كل من الخصية تيستس والبربخ إبيديديمس والأصهر أو القناة النقيلة للمني فاس ديفرنس وقناة القصف إيجاكيولاتوري داكت والحويصلة المنوية سيمينال فيسيكل وغدة البروستاتا بروستيت جلاند والغدة البصرية الإحلالية بالبو يوريسرال جلاند وأخيرا القضيب بينس. كل الأعضاء دي موجودة داخل تجويف الحوض طبعا باستثناء الخصيتين والقضيب. مبدئيا بس الأول هنشرح وعاء الخصيتين اللي هو كيس الصفن أو ما يسمى سكروتم، وهو عبارة عن كيس عضلي بيحيط بالتستس والإبيديديمس والجزء السفلي من السبرماتيك كورد اللي هو الحبل المنوي. السكروتم بتتكون من 3 طبقات بالإضافة إلى طبقة من نسيج ضم مدمجة بألياف عضلية ملساء اسمها دورتاس تونيكا. من الداخل الدورتاس تونيكا بتكون في المنتصف حاجز اسمه ميديان ريفي بيقسم السكروتم إلى نصفين أيمن وأيسر بحيث يبقى كل نصف محتفظ بخصية. وظيفة السكروتم هو إنها بتسهل من عملية تكوين الحيوانات المنوية لأنها بتحفظ الخصيتين خارج البريتونيوم في بيئة أكثر برودة، وده بيؤدي إلى تنظيم درجة حرارة الخصيتين. الدورتاستونيكا بتستجيب لدرجات الحرارة الباردة فبتتقلص وبتجذب الخصيتين للجسم بحيث إنهم يبقوا أقرب للجسم، وده السبب في الشكل المتجعد اللي بتظهر بيه السكروتم. الخصيتين بيكونوا متعلقين داخل جيب أو كيس دهني اللي هو الكيس السفني سكروتال ساك بواسطة السبرماتيك كورد اللي هو الحبل المنوي. وظيفة الخصية هو إنتاج الحيوانات المنوية والهرمون الجنسي الذكري اللي هو التستوستيرون. الطبقة أو الغطاء الليف الخارجي للخصيتين اسمه تونوكا ألبوجينيا، وبرضو الطبقة دي بتعمل بروزات داخل الخصية فبيتكون فصوص صغيرة على شكل أوتاد ويجي شيب لبيولز. كل خصية بتتكون من مئات اللبيولز، كل لبيول بتتكون من 1 إلى 4 من أنابيب صغيرة اسمها سيمينيفراس تبيولز اللي هي الأنابيب المنوية. فبيكون المجموع الكلي للسيمينيفراس تبيولز داخل كل خصية حوالي 800 سيمينيفراس تبيولز، وده المكان اللي بتحصل فيه عملية تكوين الحيوانات المنوية. السيمينيفراس تبيولز بتخرج من اللبيول الخاص بيهم وبيتحدوا مع بعض في منطقة اسمها ريت تيستس اللي هي الشبكة الخصوية. من داخل الشبكة دي بيخرج حوالي من 15 إلى 20 من قنوات صغيرة اسمها ديكتيولز، ويدخلوا إلى الهيد أوف ذا إبيديديمس اللي هو رأس البربخ. الإبيديديمس عامة بيتكون من مجموعة أنابيب ملفوفة على بعضها بإحكام وموجودة على السطح العلوي الخلفي لكل خصية، وبيتكون من 3 أجزاء هيد وبادي وتيل. الحيوانات المنوية بتنتقل من الخصية إلى البربخ بحيث يتم تخزينها أثناء خضوعها للمراحل النهائية من عملية النضج. الفاس ديفرنس اللي هي القناة النقلة للمني بتكون متصلة بالتيل أوف ذا إبيديديمس، وهي عبارة عن قناة عضلية طويلة بتصعد من الجزء الخلفي للسبرماتيك كورد وتمر من خلال الإجوانيال كنال بمحاذاة الجدار الخارجي للحوض خلف الحالب على السطح الخلفي للبلادر. بعد كده بتوسع ويطلق عليها اسم أمبولا أوف فاس ديفرنس، وقبل نهايتها بتتحد مع الدكت الخاصة بالسيمينال فيسيكلز فبيكونوا إيجاكيولاتوري دكت واللي بتفرغ محتواها داخل البروستاتيك يوريثرا. الحبل المنوي اللي هو سبرماتيك كورد بيبدأ من الديب إنجوانال رينج ويمتد خلال الإنجوانال كنال وبيعلق الخصيتين داخل السكروتم. خلال السبرماتيك كورد بيبقى فيه مجموعة أوردة متداخلة بتعمل درينج للدم من الخصيتين، بيطلق عليهم اسم بامبينيفورم بلكسس. البامبينيفورم بلكسس بتعمل تبريد للدم في الشريان قبل دخوله إلى الخصيتين، وده بيساعد على الحفاظ على درجة الحرارة وبالتالي الوصول إلى الحالة المثالية لإنتاج الحيوانات المنوية.
الحويصلات المنوية اللي هي سيمينال فيسيكلز عبارة عن زوج من غدد إضافية مكونة من أنابيب ملفوفة على بعضها، فبيكونوا على شكل كيسين أو جرابين اسمهم سيمينال فيسيكلز، وموجودين على الجانب الخارجي من الفاز ديفرنس والسطح الخلفي أسفل المثانة وفوق البروستيت جلاند. وظيفة السيمينال فيسيكلز هو إنتاج الفركتوز وإنزيم التجلط للسائل المنوي اللي بيختلط بالحيوانات المنوية قبل القصف. غدة البروستاتا أو البروستيت جلاند هي أكبر غدة ملحقة في الجهاز التناسل الذكري، بتفرز سائل كلوي رقيق بيشكل جزء من السائل المنوي. بتقع البروستيت جلاند أسفل البلادر وبتحيط بقناة مجرى البول، فبيطلق على الجزء المحيط به اسم بروستاتيك يوريثرا. البروستيت جلاند بيبقى لها قاعدة أو بيز مجاورة لعنق المثانة، ولها قمة أو إبكس متصلة بالبرينيال ميمبرين. بتتكون البروستيت جلاند من نسيج غدي ونسيج عضلي ليفي ومحاطة بكبسولة مركبة من الكلاجين والإلاستين والسموز مسل. بتنقسم البروستيت جلاند إلى فصين جانبيين ليفت ورايت لوبز، وفص في المنتصف ميدل لوب، وجزء أمامي اسمه أنتيريور فايبروماسكولار بورشن. القنوات القذيفة اللي هي إيجاكيولاتوري داكتس واللي هي عبارة عن امتدادات من السيمينال فيسيكلز بتهبط لأسفل وتمر خلال المنطقة المركزية للبروستيت جلاند، وبتفتح في البروستاتيك يوريثرا خلال جزء اسمه فيرومونتينم، واللي عبارة عن ميكوزا الفولد يعني طية مخاطية طولية الشكل بتكون الليبتيكال سيجمنت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا، واللي بتميز نقطة دخولها واللي بتميز نقطة دخول الإيجاكيولاتوري داكتس إلى اليوريثرا. النسيج الغدي للبروستاتا بيكون تلتين البرانكيمال تيشو، ويمكن تقسيمه إلى مناطق رئيسية وهما السنترال زون والبريفرال زون والترانزيشن زون، بالإضافة لمنطقة رابعة خالية من النسيج الغدي ومكونة من مكونات ليفية وعضلية تسمى anterior fibromuscular stroma. السنترال زون موجود في البيز بين البريفرال والترانزيشن، وبيكون حوالي 25% من الجلاندولار تيشو، والبريفرال زون هي أكبر المناطق لأنها بتكون حوالي 70% من الجلاندولار تيشو، وبتمتد بين البيز لحد الإبكس بمحاذاة السطح الخلفي للغدة. الترانزيشن زون بتكون بس حوالي 5% من الجلاندولار تيشو. والمنطقة الرابعة وهي الأنتيريور فايبر ماسكلر ستروما، ودي مكونة من مكونات ليفية وعضلية بتمتد على الجانبين وللخلف، وبعد كده بتقل في السمك وتكون الكبسولة المحيطة بالبروستاتا. غدتي كوبر أو ما يسمو بالب يوريثرال جلاند عبارة عن غدتين صغيرين على الجانب الخارجي الخلفي للممبريناس يوريثرا، مدمجين داخل البرينيال ممبرين. دورهم إنهم بيفرزوا سائل كلوي بيكون جزء من السائل المنوي. القضيب أو البينس اللي هو العضو التناسلي الخارجي بيتم تثبيته في البيوبيك أرش بواسطة أربطة اسمها سسبنسوري ليجمنتس اللي هي الأربطة المعلقة، والقضيب مكون من جزئين، روت وده الجزء المتصل بالبيوبيك أرش، والبادي اللي هو الجسم. بيتكون البينس من ثلاث كتل اسطوانية الشكل، كتلتين اسمهم كوربورا كافرنوزا وده الاسم الجمع، واسم الواحدة منهم كوربس كافرنوزم، والكتلة الثالثة اسمها كوربس سبانجيوزم. الكوربس كافرنوزم مكونة من شبكة من الألياف من الكولاجين وفراغات بتتضخم لما تتملي بالدم، والكوربس سبانجيوزم مكونة في الغالب من ضفيرة وردية كثيفة اسمها الدنس فينوس بليكسس، والثلاث كتل بيساهموا في عملية الانتصاب. الكوربس كافرنوزم بيكونه السطح الخارجي، بينما الكوربس سبنجيوزم بيشكل السطح السفلي وبيحيط بالجزء الأكبر من اليوريثرا واللي هو البنايل يوريثرا. في منطقة الروت اوف ذا بينس الكوربس كافرنوزم بيتكون الكرورة والمتصلة بالإسكويبيوبيك ريمس، والكوربس سبنجيوزم بيتكون البالب اوف ذا بينس الموجودة بين الاتنين الكرورة
ومتصلة بإحكام بالجانب السفلي من البرينيال ميمبرين. وأخيرا النهايات البعيدة للثلاث كتل بتكون جلانس بينس، وده الجزء المحيط بالإكسترنال يوريسرال ميتس اللي هي الفتحة الخارجية لقناة مجرى البول.